السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التعبير والإنشاء التوثيق الجزء الثاني، البحث عن معلومات وإعداد ملفات وثائقية. 55 56 57 على بركة الله. إذا هذه الصفحات، مهم أن هذا الموضوع هذا ديال البحث عن معلومات وإعداد ملفات وثائقية راه موضوع ماشي سهل، يعني غير غتعرف عليه كيفاش كتخدم، أما هو راه موضوع يعني صعيب شوية. علاش؟ لأن مثلا اي طالب كيبغي يدير بحث كيتبع هاد المراحل اللي قلنا. اي واحد كيبغي يدير واحد الملف كيتبع هاد المراحل هادو اللي هما مراحل علميه. مثلا الطالب يبغي يحصل على الاجازه ديالو كيدير واحد البحث بهاد الطريقه. يعني حنا في هاد الدرس هذا غادي تعرفوا غير كيفاش كتخدموا، يعني اللي فهمتوها مزيان، اللي ما فهمتوهاش الاستاذ غيوضحها. ومازال ان شاء الله غادي تشوفوا دروس اخرى يزيدوا يثبتوا هذه المعلومات. اذا تعرفت سابقا كيفيه تنظيم المعارف وتصنيفها والمداخل التي تسلكها للاطلاع على مضامين الكتب ومحتوياتها، واستنتجت ان الغايه من ذلك هي الحصول على المعلومات المبثوثه في مضامين الكتب او غيرها من المصادر وتوضيحها في انجاز ابحاث ودراسات وعروض او اعداد ملفات وثائقي. كيف تتم عمليه البحث عن المعلومات؟ إذا يعني هذا الشيء اللي نشوفه، البحث عن المعلومات وكيف يتم استثمار هذه المعلومات والوثائق المحصلة فباش نديرو إعداد واحد ملف وثائقي في مختلف المواد الدراسية. الإجابة عن هذه السؤالين نقصر عليه في الأنشطة التالية. لنفترض أنه طلب منك إعداد ملف حول الإسلام وحقوق الطفل، فما الخطوات التي ستسلكها لإنجاز ذلك؟ أول خطوة هي تحديد إذا هنا عفوا نشوفوا هذا الفليش. اذا تحديد الموضوع والمجال الذي ينتمي اليه. اذا المجال الدين، هنا قال لك هو الاسلام وحقوق الطفل. حدد المجال المعرفي، نعم حدد محاور الموضوع، غنديروا محاور ديال هذا الملف ديال هذا الموضوع. مثلا هنا نقولوا حقوق الطفل في حقوق الطفل في القرآن، يعني حيت قال لك ما أهم الآيات القرآنية التي تعرضت للطفل وحقوقه، تعرضت للطفل. إذا هنا المرحلة الأولى تحديد الموضوع، ها هو تحديد المجال، ها هو نديرو محاور لهذا الموضوع، نديرو بحال المحاور. شنو محاور؟ عناوين كبيرة لهذا الموضوع معاونين لنا نخدمو على. إذا ها هما معاونيننا في هذا المثال الأول. إذا خدينا من هنا، ها هو واحد قال لك الكلمة المفتاحية محاور من محاور الموضوع. ها إذا ما أهم الآيات القرآنية التي تعرضت لها؟ ها هي. إذا ما الأحاديث؟ غنديرو حقوق الطفل في السنة النبوية، مادام تكلمنا على الأحاديث النبوية. إذا غناخدو واحد المثال ديال حق التعليم. هنا في القرآن خلينا حق التربية، كيف نظم الإسلام العلاقة بين الآباء؟ ها هو العلاقة التي هو محور. إذا نحسب واحد زوج ثلاثة. من أنواع الحقوق؟ هي وناخدو هاد النوع هو حق في الحياة، أنواع حقوق الطفل في الإسلام. إذا خدينا المحاور، أش نشوفو دابا الموضوع هو المجال. إذا المحاور غنفصلوهم، دابا غنفصلو في المحاور، كل محور نجيبو له الآيات اللي قال لنا. ولكن انتبه فاش كتقول الآية ضروري تقول لنا، حيت دابا شفنا في نتوما شفتو في التوثيق رقم واحد، يعني كيفاش تبحث في الكتب وتجيب لي سمية الآية وسمية السورة من جهتي الآية. مثلا مثلا هنا الآية تتحدث عن حق تربية الطفل. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا سورة لقمان الآية 13 ضروري نشير لها، وبهذا نكون المهم هذه معلومات على هذا المحور هذا. بحال كتكتب كنساعدك صافي. اذا المهم هو الايات اللي تستحضرهم. اذا وبهذا نقول قد وصلنا الى نهايه المقال وقد عرضنا اهم الايات. نحيدوا هذه البديه واخا بلاتي اسمح لي. اذا لقد عرضنا اهم الايات القرانيه التي تكلمت عن الطفل وحقوقه مثل حقه في التربيه. المهم هذا ما نكتبوش موضوع غير زعما لو بغيتي تصيغ انت واحد الملف راه نعطيك باش تتكلم وصافي. اذا نمشيو المحور الثاني حقوق الطفل في السنه النبويه. ضروري مادام تتكلم على السنه النبويه عندنا واحد هذه ملاحظه، ست كتب، ستة كتب مالها صحاح فيها الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح مسلم، صحيح البخاري، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، سنن ابي داود. يعني الا خديتي شي حديث قول لينا منين جبتيه صافي، باش تشير ليه، باش يكون عندك المصدر صحيح كما شفنا في التوثيق رقم واحد. اذا عاد علموا ابناءكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، هذا حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيحث على التعليم. هنا بغيتي تزيد شي هنا بالنسبه للمحور الاخر، العلاقه بين الاباء والابناء في الاسلام. ممكن غادي تاخد غير هاد الايات هادو، انا كنعبرو على المحور وكنكتبو هاد الايات. ممكن انت تكتفي غير بهاد الايات في انتظار انك غادي تعلق على الايات. حنا دابا درنا الايات والتعليق عليها سبقها. المهم على ايه اللي مهم هنا هو انك تكتب الايات وتكتب من اش من مصدر الاسراء 23 24. اذا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تهلاو في والديكم. مشيو محور اخر، هادو مازال في نفس المحور، هذا المحور هذا ديال علاقه الاباء والابناء في الاسلام. جبنا ايات اخرى وكتبنا المصدر ديالهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مهم آية رقم 49 تقول من جبتي، وهذا تعليق عليها. ثم عندنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بطبيعة الحال دائما نشيروا للمصدر. هذه أنواع حقوق الطفل في الإسلام، هذه تخص أنواع حقوق الطفل في الإسلام، يعني المحور الأخير. ثم أشنو بقى لنا؟ أنواع، نعم هنا بالنسبة للآداب، هنا بالنسبة حيت ناخذ الآداب التربية من حقوق التربية. هنا الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تتذكرون. سورة النور الآية 27. هذا المصادر، يعني تاخذ صفحة 57 أو 56 عفوا، وتشوف يعني مصادر البحث اللي موتور دو ريشيرش، محركات البحث جوجل وياهو يا فيستا أو تافيستا. مهم أنشطة التطبيق، ناخدو مثلا هذاك المثال اللي غادي نديرو ليه واحد التطبيق اللي في صفحة 57. أنجز ملفا حول موضوع الحرف والصنائع المرتبطة بفن العمارة. دابا أنت راه مغاديش تنجز ملف يعني متكامل، دابا راه كتقرا الطريقة اللي غتتابع لو أنك أردت أن تنجز ملفا. فهمنا أنك ما غاديش تنجزو، انك الان كتتعرف على المنهجيه ديال انجاز ملف او منهجيه انجاز بحث حول موضوع ما. اذا غنشوفوا موضوع حول الحرف والصنائع المرتبطه بفن العماره، نشوفوا الخطوات. اذا المطلوب هو نكتبوا المطلوب انجاز موضوع حول الحرف والصنائع المرتبطه بفن العماره. الخطوه الاولى كما متبعين معاهم هما تحديد موضوع الموضوع ومجال البحث، تحديد المجال المعرفي الذي ينتمي إلى الموضوع وهو مجال الفنون، تقسيم الموضوع إلى محاور. نقسموه، نقولوا مثلا نديروا واحد نعرفوا فن العمارة، زوج أنواع الحرف والصنائع، مثلا اختارينا النجارة ألف نجارة، ألف من رقم زوج ياك، ألف نجارة، باء الحدادة، جيم النحت. ممكن تزيد شي صناعة أو حرفة أخرى، مثلا الدباغة مثلا. ثالثا نديرو التحديات التي تواجه الحرف والصنائع، أو التحديات التي تواجه الحرفيين والصناع. هادو دابا الخطوة الأولى كنتبعو على 57. الخطوة الثانية البحث عن المعلومات والاتصال بالمحيط، يعني غندير اتصال بالحرفيين، فهمتو؟ أنا اتصال بالمحيط نمشي يعني ندير واحد البحث ميداني،
ماشي غير تبقى تقلب في الانترنت في الكتب، تقدر تمشي تنزل الى الواقع، تمشي عند الحرفيين، تمشي عند الصنايعية وتسول بتحديد المصادر يعني الكتب اللي قلنا مين كان جبناهم، دوك المعلومات اللي كتبنا مين جبناهم، واش من مجلة واش من كتاب واش من انترنت، اي حاجة كتبتيها هذا هو البحث. كتقول باش تكون عندك مصداقية، باش ما تحطش شي معلومة كيقولوا لك وباش عرفنا هذه المعلومة صح، كتقول لهم الكتاب للكاتب كذا كذا، الطبعات كذا كذا، المجلة راه العدد هذا، كاتبها كذا، بتاريخ كذا، انترنت كتقول السميه ديال الموقع باش يشوفوا واش عنده مصداقيه، كيجيب شي معلومه صحيحه ولا ما كيجيبهاش. تدعيم الموضوع بصور، تجيب تصويرات ديال الصناع ديال الحرفيين، ها فرز الوثائق والمعلومات الاختيار، انت دابا جمعتي هذا غتجلس وتشوف شنو اللي خدام لك في هذيك المعلومه كاع اللي جمعتي ديال الصور والكتب والانترنت وكل شيء، والصور والرسومات باش تحطهم حداك وتبدا تحيد الصوره ما غير مناسبة، هذه مناسبة جدا، هذه شوية، هذا الكتاب نكتبو منه، هذا ما نكتبوش منه، نقصو من هنا نزيدو هنا، وهكذا. الخطوة الثلاثة أنا راه متبع يعني اقتراح فقرات للتعليق على الوثائق، يعني إلا درتي شي صورة علق عليه، درتي شي حديث شرحوا لينا، يعني حاول باش تشوف ما علاقته بالموضوع، يعني تبحث ودير الشرح ديالو، ترتيب المعلومات بحسب المحاور، يعني نحترموا دوك المحاور اللي كتب اللي درنا اللي راك شفتو، درنا واحد زوج ثلاثة، تنظيم دابا هذيك المعالجة، تنظيم العناية بالإخراج والتنظيم، يعني أنت راه غادي لنا واحد الملف تقدر تكون عندك معلومات قيمة ومفيدة، ولكن لما ما نظمتيهاش مزيان ما درتي والو. التنظيم مهم، نشد لك المعلومات وننظمهم، ندير الوان، ندير العناوين مثلا بخط واضح كبير، العناوين الثانويه بلون اخر، وهكذا. اختيار المواقع الملائمه للصور، حتى في الصوره باش نبغي نحطها في الصفحات نعرف فين نحطهم باش يجيو ملائمين. صياغه مقدمه وخاتمه للملف، اي ملف عندنا كندير واحد المقدمه ثم كندير واحد الخاتمه في الاخير. البيبليوغرافيا هي الكتب، يعني كدير واحد الهامش في الاخير، هذيك بحال ماشي قبل الفهرسه. شنو هي الفهرسه؟ الفهرسه هي كدير العناوين اللي عندك وسط، بحال اللي كتشوف في الكتاب، كتمشي للاخر ديالو كتلقى الفهرس، درس كذا درس كذا صفحه كذا. ولكن بيبليوغرافيا كدير هما، كتكتب اسماء الكتب ورقم الصفحات، فهمت مني؟ خديتي هي داكشي يعني كتابه ديال المصادر الكتاب ديال الكتب او اسماء الكتب بالتفصيل. هنا نشوفوا مثلا هذا ديال حقوق الطفل وأوضاع الطفولة في المجتمع المغربي، أطفال الشوارع، باش هو نديرو لي نفس المراحل، نديرو تحديد، نديرو عنوان ملف أو عنوان موضوع، أوضاع الطفولة في المجتمع المغربي اليوم، تحديد مجال الموضوع، المجال الاجتماعي والإنساني، أطفال نقص نديرو تقسيم مواضيع إلى محاور، نديرو محاور نقول مثلا أطفال الشوارع، الأطفال المشردون، هادو عناوين غادي نخدموهم في الملف زعما، الأطفال ضحايا العنف، أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا أطفال محرومون من الدراسة، يعني كيتسمى الهدر المدرسي، هادو عناوين. ثم نجي غندير هادو تحديد مصادر المعلومات، راه كنشوفو غير من الصفحة 57، تدعيم الملف بوسائل الإيضاح، الرسومات، نفس اللي درنا في الفن المعمار، فن العمارة المغربية، فرز الوثائق، هادو. او هنايا مثلا نفسه ثالثا، اذا لا شفتو هنا هادي ثانيا، هادي ثالثا، معالجه تنظيم والعنايه دائما بالاخراج وصفحات اختيار، نفس اللي درنا في الاخر، نفس المراحل. وهنايا راه عندنا بقى لكم موضوع مدينتك او قريتك، موضوع يعني نفس نخدمه بنفس الطريقه او نفس المنهجيه، راه ما قالش لك جاوب لينا يعني كتب لينا موضوع مفصل، غير قال لك شنو الطريقه اللي غتتابع والمراحل اللي غتتابع في كل موضوع. وصلوا على رسول